سلالة من 200 سنة عندنا بالبيت، على دور جدي، على دور أبويا، على دوري. جلنا هدية جوز من اليمن من بلاد شلوم، فجدي عاصرهن في 110 سنوات. بعد جدي أبويا عاصرهن 105 سنوات، صار عمره توفى. بعد أبويا أنا جاد سلالة. السلالة هذه طبعا سلالة عربية، هذه سرغان عربية أصلها من اليمن بلاد شلوق، منطقة يقولها البلاد شلوق واي. فمحتفظ بهالسلالة هذه أكثر من ماني محتفظ بعشيرتي. سلالة أول وحدة صيد بها أرانب، هذه نعيش منهن تمام، والوضع وضعهن وهاديات ونظام ومابديات الغرض هالسلالة هاي، لأنه هاي على دور آبائنا وأجدادنا وصحابة حوتن قبل ما بي لحامين ولحم. وهذي هسه عندي بنيات معيشن، هذه كل جمعة أروح أجيب لي أرنبتين ثلاث. أطعمن بيجي بفسينية. وبعدين بالنسبة للتربية، تربية هالحيوان هذا كل 8 شهور تلت بطن يصير لها جراوي. الجراوي طبعا نربيهن ناخذ منهن اللي نستفيد منه احنا كصيد، وهاي والباجيات وزعهن عند ناس مثلي يحترمون هالسلالة هذه.